وقفنا ما بقينا والو. وفل منين يصب يصب المطر رانا تدخل علينا الحمله من بعد واقفين. البيض البيض معروفه باللي منطقه بارده بزاف تلحق درجه الحراره ناقص خمسة يعني صافي دي هذوك الاستقلال ما يعرفوش هذه ولا يعني كيفاش شو كي دايره يعني كيفاش برك في الشتاء كيفاش في الثلج كيفاش تعيشوا كيفاش نقعدوا واقفين الشيباني كبير نمشي يجيب لنا هذيك 5000 يصورها خبز ويجي يقعد كذاك نقول لكم كون تعطونا غير السكنه نتستروا يعني واش يخدموا كما ما يخدمش قي التومه خدمه وين ولا حتى التومه في العين اما 8 شحال هنا اللي انتم شحال اللي بانيين منه من هذا 11 خيم 11 دوار راسك دوار دوار في وسط يعني 11 عائله هكا 11 عائله ولكن اللي فيها زوج عوائل كاع مش عائله انتم ماشي بدو الروحه ماشي اللي عندهم الغنم وهذا لا خاطر الناس الانسان لما يشوف هكا يعتقد بلي انتم ما عندكم الغنم وعندكم ما عندناش الغنم كان من بينهم الناس كان عندها لكن الجفاف خلاهم يتخلاو على تربيه الغنم والظروف القاسيه اللي فرضت عليهم في الباديه جفاف عارف هي اللي دفعتهم لا كاين وحدين اسمح لي خليني نكمل باسكو انا جيت هنايا في لي ديبي من جاوا هنايا الناس بدات تجي نعرف وحدي الظروف القاسيه كان الناس كانت عندهم كانت مالهم عندهم الغنم وكانوا يعتمدون على في المعيشه تاعهم على تربيه الغنم الجفاف قضى على راس مالهم اضطروا الى النزوح الى المدن الى المدن هذا اخوك هذا كيف عايش معكم والمشكل خاطي كل واحد خيمه لا عايش في الخيمه واو كرانتيات كرانت شو مسرات كرانت دوزيام في الشتاء كيفاش تجوز الشتاء احكي لنا شويه في البرد في الثلج كيفاش تقرا كيف لا كندير لا كيفاش تقرا قصدي ما عندكش وين يحل التمارين شحال من خطره راه يصوتها الاستاذ واحده اختي مامتو تبات واقفه مامتو ما تقراش ما تحفظش كاع في الثلج في الامطار الغزيره الثلج مهما كان تبات غير واقفه خطره تقطعوا لها الكتب قسناهم حتى عاودنا شرينا اختي وكنت تسرح لك من ليكون هاره اختي هذيك هي جاي تجري هذيك هي هذيك هي اختي احنا ما قلناش حاولوا ديروا امكانيات باش تعطونا السكنه اللي بان ديروا هي السكنه ان شاء الله والله دار عوينا ذكرى لقيتوا روحوا شوفوا الحاله اللي رانا فيها لقيتوا عندنا حال السوق كيما هاك راه تشوف رانا شايفين الحاله رانا احنا ارواحنا راكم شايفين راكم في حاله لا يرجع وراكم في وسط المدينه المبيض هذه هذا الشيء اللي خالق هذا الشيء الناس لا تخوان باللي مليار والناس قاعده عايشه كيما هاك حرام هذه عاد ها اخويا الصغير هذا خويا عبد الحق اهدر جيب ليكم واخر ليكم في المدرسه واخر كان في ليكم يقرا شنو سالا تقرا؟ قرا السن الزاوجة خويا مباركة ذا خويا يقرا السن الزاوجة وعندي خويا واحد كبير سنة عنده الباك راهم منين تجي الأمطار والثلج يباتوا واقفين كاع ما يقروش أخي شوف حتى الملابس نتاعهم كي راها دايرة شوف أنا وراه مخيط الملابس شوف النيلو شوف الحالة تاع لا يرثى لهم وراه الادوات كاينه حتى تصوتها المعلمه تقول لها يا بكر يا عبد الحق جيب الادوات ويقرا ما عندوش كرطه ما عندوش ما عاد شكون فوق ما عاد لا فوق حفظتها وراه حفظتها ما مقطعه وخليها غير في ليكور قبل يوم ثلاثه ما يقراوش العشيه ما يقراوش العشيه السلام سلام واش من عام تقرا يا اختي؟ نقرا دوزيام ثامنه سيام واه سيام المتوسط هذيك كيفاش شو عندك وانت من سنة وانتم عايشين هنا؟ كثير انا كاع في 15 عام حيت يديروا لنا الادوات كل شيء رانا قا صابرين قا يفرجوا علينا بالسكنة هذا ما نقول انا اليوم تشري كل راس قدوة تلقاها من عندي التاريخ ذكري للناس التاريخ تاع اليوم شحال رانا؟
أنا اليوم في 14 مايو 2013. واه رانا من 99 وداك كذاك ملي دخل بوتفليقة رانا نعانو رانا نعانو وما كانش كاع اللي بقى يشوف فينا. صحاب الفوطي جاونا فوطوا علينا ونعطيكم السكنة حسب ما فوطوا عليهم يمشيو يهداو كاع ما يشوفش ريك والو ما جاش شافكم. واه ما جاش ما كاش كاع اللي يجي يشوفنا نقولها قدامهم لا قنيبر لا اللي يجي اللي يجي حساب ما يربح يدي بلاصته حيت لا فينا العرس. حنا لي الظروف هذه رانا نقول لكم عطونا السكنه ما ديروا والو روحوا درسوا الدوسيات ديال لقيتوا عندنا قاقيطه ارض ولا بلان ما تعطوناش السكنه كي كان عطونا السكنه رانا نقرا الحمد لله رانا جايبين روحنا